لسه ما جهزتيش؟ اعمل ايه بس يا خالد، الولد سخن قوي ومش عايز يسكت مع ماما، بعدين انا قلبي مش مطوعني. خلاص حبيبتي خليكي معاه. يا سلام. امال عاوزه ايه؟ معرفش. انا رايي انك تفضلي معاه. اه هي مامتك بقى هي اللي قالت لك ما تجيبش مراتك معاك؟ اللي دخل ماما بس في الحاجات دي، وانتي عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش النغمه دي. هي مش قالت لك قدامي احنا مش عايزين نتقل عليهم في الفرح؟ يبقى اكيد كانت تقصدني انا وليلى مرات احمد. امي قالت الكلام ده لما قلت لها عايز اعزم ضابط زميلي اللي هو اخوكي، ولا انتي بتسمعي اللي على كيفك وبترمي الباقي؟ وبعدين انا ما بحبش تيره امي تخش في مواضيع زي دي، فاهمه ولا لا؟ مالك محمود كده؟ امي امي يا ست. خلاص يا سيدي امك، هو انا قلت لك مرات ابوك؟ حاجه غريبه قوي. امي امي اتكلمي باحترام اكتر من كده، فاهمه ولا لا؟ وخلي الليله دي تعدي على خير. كلمه واحده، عايزه تقعدي مع ابنك اتفضلي، عايزه تروحي الفرح تجهزي في 5 دقايق، قلتي ايه؟ ما تردي. اه خلاص هاجي. ما تخش تنامي يا حبيبتي، ما الولد خلاص نام. انام ازاي بس يا خالد؟ ما مامتك زمانها جايه زي كل يوم تشوفه. انا اللي مجنني ان الولد ما نامش طول الليل امبارح ولا حتى بعد ما جينا، ولو صحي هتبقى كارثه. بقول لك ايه والنبي يا خالد، ايه بقول لمامتك تيجي تشوفه كل يوم بعد الظهر، بلاش البدري قوي ده. ما اقدرش اقول لامي حاجه زي كده، ثم هي تيجي وقت ما هي عايزه. ايوه بس انا من حقي ارتاح. تبقي ارتاحي بعد ما تمشي. يا خالد ما هو الولد بيصحصح بعد كده وما بعرفش انيمه. اتصرفي وحسك عينك، تقولي لامي كلمه كده او كده، فاهمه؟ هي مكتوب عليا الست دي؟ الولد هيصحى؟ صباح الخير يا ضحى. صباح النور. هو خالد نزل؟ بقى له ربع ساعة. بالسلامة إن شاء الله. طب يا أختي هاتي لي منصور. لا أصل بصراحة تعبان قوي طول الليل ومسهر ماما ما نايمهاش، وإحنا لما رجعنا ما نمناش، ده لسه نايم من شوية بس. ليه يا أختي بعد الشر؟ إيه اللي جراله؟ هاتهولي يا ري ولا أعمله عروسة؟ قومي يا أختي. حاضر. حطلك الخير يا حبيبتي. يا رب تجيب العوايب سليمة. أكيد الواد اتنشي عين ما صليتش على النبي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، إيد النبي قبل إيدي. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة. يا عين أمك، ده الواد سخن. لا بلاش البص اللي في البق ده. ليه يا أختي؟ خليه على الله. ونعمة بالله، بس الدكتور بصراحة قال إن الولد جات له عدوى. عدوى من أنا؟ انا ما قلتش كده. حاضر يا اختي مش هبوسه تاني. بقول لك ايه، تعملي كوبايه شاي احسن ما تشربش الشاي بتاع الصبح. حاضر. هطلك الخير يا اختي، تسلم ايديك. بقى كده انا اللي عديتك؟ انا هسامح امك عشان خاطرك، لكن انا مش عيانه ولا حاجه. وبعدين انا عندي اغلى منك يا منصور، ده انت اغلى اسم عندي منصور. خلاص انا حطيت شاي على النار. كتر خيرك يا اختي. طيب هاتيه بقى علشان هيمه في سريره. خلي شويه في حجري. لا معلش لا هاتيه. خليته من ايدي كده ليه؟ كنت رقيته ولا كنت عملت له عروسه؟